10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ومباراة جديدة للمنتخب الجزائري أمام منتخب جنوب إفريقيا. ولكن قبل ما نعرف التفاصيل وموعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلقين، توقع معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ومن ينتصر في هذه القمة المنتظرة. ونتمنى دعمنا بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو وتعبير التعليقات بالصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. مباراة اليوم المنتخب الجزائري أمام منتخب جنوب إفريقيا ضمن المباريات الودية الاستعدادية للمنتخبين، المباراة على ملعب نيلسون مانديلا بالأراضي الجزائرية، القناة الناقلة الجزائرية السادسة توقيت المباراة في الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب. توقعاتكم معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ومن ينتصر في هذه الأمسية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.